مشان الله اوعد غلط. لك شو غلط يا فوزي؟ انا رح اجن. لا تخليني انت مني. قلت لك كنت زعلت منك لو ما قلتي لي. هلا اللي صار صار، ما رح يطلع بايدك تعمل شيء. لا بيطلع بقدر. عبد الغني كرمالي لا تساوي شيء، خلينا نبعد من هون. يا فوزي حاسس قلبي رح يوقف. انت ما بتعرفي هذا البيت شو بيعني لي. هون في كل شيء لي، هون عمري، هون احلامي يا فوزي. احلامك ما حدا بيقدر يحرمك منها. حرموني منها يا فوزي، اخذوا كل شيء، كل حجر بقلبي تقطع من قلبي، وهلا هنن كانهم عم يدوسوا على قلبي من جوا. يا عبد انت قلتها، هذا البيت صحي صار مغفر، بس رح يضل عايش جواتك. راحوا اهلي وبيتي راح. صفي لي حدا بهالدنيا غيرك يا فوزي. بيتك رح يرجع لك يا عبد، رح تلاقيني عم بنتظرك Le paysan de tuer pour tous ses morts et pour tous ses blessés. Il n'était sûrement pas seul. Où sont les autres? On va ratisser les collines environnantes. On les trouvera sûrement. Leurs corps seront là avant la tombée du jour. Vous avez identifié cet homme? Oui, mon commandant. C'est un mortifère qui travaille dans la porte et qui vit dans la ville. Il vient parfois visiter sa mère qui vit seule ici. Il avait des antécédents? Oui. Il faisait partie de toi qui se lève la pierre. La pierre? Quelle pierre? Celle avec laquelle on a frappé l'interprète. Ah oui, je me souviens. Faites surveiller tous ceux qui connaissent ce portefeuille. Faites-vous aider par les gendarmes. Thank you.
تركوني انا اشوف. قوموا لا قوم لشوف قوم قوم وينك ولا؟ تاني مرة ما بتقرب على بيت درغام بالمرة فهمت؟ وإذا بتقرب بسلمك للفرنساوي والعلقة مع الفرنساوي مو مثل العلقة اللي معنا فهمت؟ فهمت ولا ما فهمت؟ يلا العوا لبرا برا ما خاب الدرك؟ لا بس طلع سكرته وبضاي خير شبيه حسن عدال شوفه استشهد كل اللي غبتهم يوم ونص وهيك صارت القهوة؟ انت ما بتعرف كم واحد اشتغل فيها هالفرنساوية شو طلعت بنت حرق؟ اخي يا مخول العملة بتعمل العجائب معك عملة بتعمل اكثر من هيك يا جماعة يا جماعة القصة مو قصة عملة هذا استعمار نايف افندي شو عم تسجل؟ انت شو دخلك بهالموضوع؟ شلون شو دخلني؟ هاي شغلات حكومية ما لك علاقة فيها. ايه؟ لك عم بسجل مدام احكوا معه. خلاص قسام عم نسجل الشغلات اللي عم تتغير مشان نحط الضريبة. لكن حطوني انا المعلم هون، انا اللي سويت كل هالشغلات، لسه ما شفتوا شيء ها؟ الشيء اللي حيصير حيغير البلد كلها. عبد الرؤوف افندي انا عندي شوية شغل، بعتذر. الله معك نايف. طول بالك يا حبيبي انكسروا ايدي يا حق بدي اعرف بس شو عامله لهالابن الحرام شوي شوي امي عم بيوجعوني طول بالك هلا بدهلك اياهم بالزيت معلش حطي بتحمل شفيقه بكره ما بتلاقيها الا جايه اخ يا ام نايف اخ صار لها اكثر من اسبوع غايبه طولي بالك خالتي شفيقه بخير وسلامه وما بينخاف عليها فوزيه ما قلتي لها لخالتك ام شفيقه انه امبارح شفتي عريس لهنا عبد الغني وما قال لك انه شاف شفيقه لا يا خالتي ما شافها شو بدك؟ أنا آسفة مدام بس
حابة أحكي معك شوي. تفضلي. خير في شيء؟ بصراحة مدام أنا معجبة فيك كتير، وطريقة لبسك ومكياجك وكيف عايشة، فحابة أتعلم منك إذا ما عندك مانع. طيب ماشي، قومي نامي هلأ وبكرة الصبح أنا بعلمك. شكرا مدام. بتعرفي يا شفيقة مين مدفون هون؟ مرتي وابني. بإيدي هدول حفرت القبر وحطيت مرتي بالأول وبعدين ابني، حطيته جنبها مثل ما كنت حطه لما كان ينام بالليل. كان دائما يحب ينام بحضنه وما يفارقه منه، حتى لما ماتت مات معها وتركوني لحالي. انا لما بيشوفوني الناس بيحسبوني مبسوط من شغلي وسفري، ما حدا بيقدر يعرف قديش الحزن اللي جواتي. صورتهن ما عم تفارقني منوب. بدي منك يا بنتي وصيكي وصية، إذا متت تفنيني هون بجنبهن. بعيد الشر عنك يا أبو وسطى، الله يطولنا بعمرك. يا بنتي ما ضل من العمر كتبني اللي مضى، لا تأخذيني يا بنتي إذا ضايقتك بهالحديث، لأنه أنت همك بكفيكي فعلا. بعد كل هالمشوار الصعب ما قدرت تلاقي درغام. درغام؟ يا قلبي محروق على ما أعرف وينه. Thank you.
ما بدي احكي بهذاك الموضوع، جاي في موضوع تاني حابب احكي معك فيه. خير، شو عامل خالد افندي كمان؟ لا لا لا، خالد ما له علاقه نهائيا. هو المفروض كان يجي الوالد يحكي معك، بس انا حابب احكي معك انا مشان اعرف رايك بشكل شخصي. تعرف رايي بشو يا نايف؟ عمي، هو انا محرج شوي، انا طالب القرب منك عمي. هيك؟ طيب هذا هو اللي انا كنت خايف منه. خير عمي؟ ليش؟ انا قلت شي غلط؟ حاجة بربر وتقرقر، روح بعت امك لعند سميرة خانم وخليهم يتفقوا. يعني موافق؟ اي موافق. بونسوار مدام. بونجور، كيف الشغل؟ منيح، الغرف فوق اندهنت والإزاز تركب والبواب عم تتفصل، ما بقى علينا إلا نجيب العفش. العفش؟ اسمه موبيليا يا، روح لشغلك. حاضر. شوفي سلمى، بدنا نزرع ورد هون ولازم نجيبه مخصوص من باري. ليش من باري مدام؟ في عنا بالجنينة ورد كتير ومن كل الألوان. ايه بس مو مثل الورد اللي عنا. مسيو رابح، كيفك؟ تمام. بونجور ماتيلد. سلمى حلياني والله، ايمتى كبرتي؟ وقت ما كبرت انت مسيو. يعني بالفرنساوي عم تعرف تحكي، بس بالاتيكيت زيرو. اكسكوزي مو ماتيلد، بس عندي شغل. باي سلمى. انت رحت تدوري على درغام. درغام؟ وشو خطر على بالك؟ لانك انت يا امي ما رحت تبيعي بسط، رحت تدوري علي وما لقيتي. ما لقيته، بس بعرف اني رح لاقي يا امي. درغام مو بس الرجال يلي بحبه، درغام احلى شي بحياتي، والشي الحلو بحياتنا ما منلاقيه بسهوله، لازم ندور عليه كتير لحتى نلاقي. بتعرفي يا امي، غيبته لدرغام كبر اكتر واكتر بقلبي، صار مثل الحلم، مثل الحلم واكتر يا امي. هذا بيتي تاع ايه بيتي انت جاي تاع
بس بيقولوا انه كان اعطى كبير كثير. خبر بدي اكتب منك طلب. ولو تفضل. ممكن انك ياخذ هذا المرايه؟ طبعا. اصلا انا هي المرايه تحديدا كنت بدي اكتبها. ويكون بمعلومك مستر عينيه، انا عم فكر جيب عفش كامل من باريس. اسمعوني منيح، انا جمعتكم يا رجال واعيان البلد لحتى ألكم كلمتين. ابني سامح راح الله يرحمه، ويلي قتله عم يصول ويجول بالطول وبالعرض بدون ما حدا يقول له بح. ومشان هيك انا ما راح ارحم درغام، ولا اللي بيصاحبه ولا اللي بيمشي معه ولا اللي بيشد على ايده. بعدين اوعكم تفكروا انه قصة الاستعمار الفرنساوي وانه عامل حاله مجاهد رح يشفعله. ابدا، هذا واحد قطع طريق قاتل قتله. بعدين انتو بتعرفوا الفرنساوي ما شفنا منه الا كل خير. الفرنساوي ما تعرض لحدا الا اذا كان عامل شيء. اسمعوني منيح، هي اول مرة واخر مرة بقولها، انا سيد هالمنطقة وما بسمح لابن مرة يرفع راسه بدون اذني. Montre-moi son visage. Il n'a pas une tête d'imbécile. Martin n'était sûrement pas un imbécile. Mais il était cruel, et voilà le résultat de sa cruauté. Ne vous attristez pas, mon commandant. Ce n'est pas le premier cas de suicide parmi nos officiers. C'est bien ce qui m'afflige, capitaine. Vos soldats n'ont rien trouvé? Non. Jusqu'à maintenant, rien.
Faites-moi un rapport sur la mort de Martin. Et trouvez-moi un officier habile qui soit capable de démêler les secrets de ces lieux et de ces fantômes. Vous en connaissez un? J'en connais plusieurs. La plupart sont dans le nord ou sur la côte. Mais il n'y en a qu'un dont nous avons besoin. زعل كتير لأنه كان حابب يشوفك. يعني أنا كنت عم أدور عليه طول الوقت وهو إجا ليسأل عني هون. فوزية، أنت شفتي شي؟ أنا ما شفت حدا غير عبد الغني. وكيفه؟ مسكين زعل كتير لما عرف إنه البيت تحول لمخفر. طار عقله وكان بده يروح يجا مع الدرك. ما بعرف كيف قدرت أمنعه. شفيقة؟ الحمد لله على سلامة. أهلين لينا. كيفك ام محمود؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا شفيقه. الله يسلمك. كيفك انتي؟ ماشي الحال؟ بعكي لها خطبت. نايف تفضل انا نحكي. مرحبا يا صبايا. خير شوفي كمان شفيقة بدها تتفضل معنا على المخفر للتحقيق. ما بدكم تحلوا عنا بقى؟ ايه؟ إذا ما بتحبي تشرفي معنا، بتحبي تروحي لعند الكابيتان؟ بس هداك ما عنده يما ارحميني. أنا بروح معه. لا، بدها تجي لحالها. خلص أمي مالي، بروح لحالي. ولا يهمك خالي. شفيقة ما بينخاف عليها. طولي بالك. يا أغا أنا صار لي عندكم مدة. ضايقتكم بشي؟ ولو يا مدام. طب ليش أنتوا عم تضايقوني؟ نحن يا مدام؟ مين سلمى؟ لا أنت يا أغا. أنت بتعرف إن أنا إيدي طايلة ولك فترة قاعد عم تتعذب مشان خالد وما عم بتخبرني. يا مدام أنا ما بدي وجع لك راسك. بس أنت بتعرف يا أغا إني أنا بقدر أعمل كتير. على كل حال أنا عملت. وخالد رح يعملوه معاملة خاصة. شكراً يا مدام. وأكثر من هيك رح تنبعت باسمه توصية خاصة من المندوب السامي نفسه. أغا بدي أطلب منك طلب. شو هو الطلب يا مدام؟ تشوف لي شو الأراضي اللي عم تنباع بالمنطقة، وخاصة إذا سليم أغا هو اللي عم بيبيع. تكرم عينك يا مدام. يومين وبيكون عندك الجواب. شكراً أغا. اهلين اختي مودي. اهلين. كيفك؟ منيح. ارتاحي 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 لشربك كاشاي. الصراحه انا بدي ارتاحي عادي وهلا بنحكي. عادي. اهلين اختي مودي. كيف الصغار؟ الحمد لله بخير. ابو يوسف خد هدول. شو هدول؟ صيغه من جهازي لساتهم جداد. الله يوفقك بلكي بتدبر لي اياهم. يميه من وشي. مو كل شيء عم يوصلك للبيت. ابو يوسف ما عاد فيني اخذ اغراض بالدين. انو دين اختي مودي؟ اولاد الحلال ما بيخلوا شيء عليهم. ابو وديع بحياته لا قصر معي ولا مع غيري. مرحبا. خير في شيء؟ عرفت انه شفيقة رجعت بالسلامة؟ ايه نعم رجعت بالسلامة. بقدر شوفها؟ لا ما بتقدري تشوفيها لانه جماعة الدرك اخذوها على المخفر ليحققوا معها. شفيقة وينو درغام وعبد الغني وصافي ودحام؟ احكي احسن ما كسر راسك. ها يلي عندي قلت لك اياه. كذابة ما حكيتي شيء ابدا. ولا مفكرة حالك لأنك حلوة وبيرطلوا فيكي أهل البلد؟
أنا ما بيهمني. شفيقة، العريف ما رح يحل عنك إلا إذا حكيتي كل شيء. بدكن يلي بعرفه؟ طبعاً. طيب، أنا رحت لبيع البسط. كذابة. وأنا موافقة معه. ودور على درغام. ها ها، هذا اللي بدنا إياه. عريف، تتركنا شوي. تحت أمرك خانم. يا شفيقة، أنت بتعرفي من أعدائك؟ أعدائي؟ ظنيت إنه ما عندي أعداء. كتير غلطانة. رح أدلك إياهم. العريف، شوكت، الكوماندان، وأواهم سليم أغا. وإنتي؟ أنا ما بسوي عدوات على الفاضي. ودرغام كان فاضي بالنسبة إليك؟ بدي أعمل معك اتفاق. اتفاق معي؟ مثل هداك الاتفاق؟ لا، الاتفاق هو أحسن شيء ممكن يتساوى بيناتنا. أنا بعطيك درغام وإنت بتعطيني. بعدين نكمل. أهلين مدام ماتيل. شو يا مدام، عجبك المخفر أكثر من السراي؟ أنا ضيفة يا شوكت بيك. كثير منيح. خلصتي حكي مع شفيا؟ إيه خلصنا. لكن تفضلي يا بنتي، روحي لبيتك. طيب، وأنا كمان بدي أروح. الله معك. وانت اذا تعرضت لحدا بدون اذني ما تلوم الا نفسك. هون مخفر حكومه مو دكانه ابوك. تحرك روح لشغلك. أسألك سؤال يا ليلى. شو هالسؤال؟ أهلي وأهلك موافقين على موضوع زواجنا، بس أنا لهلا ما سمعتها من تمك. أنا موافقة. عم تقوليها كأنه كلمة واجب. أنا قصدي قصدك بحبك ولا لا؟ أنت بتحبيني عن جد يا ليلى؟ أنا ما بعرف غيرك يا نايف، وأنت شاب مهذب وخلوق ولطيف، وأكيد رح كون معك سعيدة. بتعرفي أنا كيف بشوف حياتنا؟ بيت صغير بس فيه كل شيء، ودائماً نظيف وحلو، أولاد حلوين ونضاف، منطعميهم أنا وياكي، مندللهم، منربيهم، منعلمهم، والله يطعمنا ما نحرمهم من أي شيء، بعيشوا حياة حلوة. شو شفيقة ما حكيت؟ يا سيدي عم تقول ما شافته، بس بجوز حكيت مع مدام ماتيلد. شو دخلها مدام ماتيلد؟ ما بعرف سيدي، بس باين انه الكوماندان بنفسه مهتم بالموضوع، مشان هيك انا ما عم بقدر بعمل شيء. صاحبنا ما خبر؟ يا سيدي قلبي مو مرتاح له، لانه لا حس ولا انس. طيب اسمعني منيح، انا هلا رح ببعث رجالي يسيجوا ارض دحام، واذا حدا سأل انت شاهد انه اخذ مني 17 ليرة ذهب. ما بتتذكر؟ طبعا سيدي، شفته بعيني، ولو مليون خدمة مثل الخدمة اغا. عبدو، اعطيه المعلوم. ابو مخول، روح من هون احسن لك. وين بدي روح؟ اذا الرجال صار معه مصيبة بزيدوه عليه؟ لك خير يا جماعة، شوفي شو القصة. اسمع ابو بسطة، اسمع، قال الأغا بده أرض دحام. شو الحكي؟ شو الدنيا سايبة؟ ولك هذا الأغا تبعكم ما عاد يشبع؟ هلأ حليت بعينه أرض هذا المسكين دحام؟ أبو بسطة روح من هون، خلينا نعرف نشتغل. ها
امشي معي يا اخي بسطة، امشي معي. والله خربت يا ابو مخول، الفرنساوي من جهه والاغا من جهه، وما عم تروح الا على هالمساكين والدراويش. شو بتخبريني يا ام محمود؟ شو بدي خبرك لخبرك يا شيخ بشير؟ البلد مقلوبه فوقاني تحتاني، فتحوا مخفر جديد بالبلد، وهي المره الفرنساويه مدري شو عم تعمل بالقهوه، ونايف خطب ليلى، وسليم اخذ ارض دحام، وشفيقه لساتها تعبانه. خليها تاخذ شويه كينه ونعنع مع العسل، وبلغيها انه درغام بخير وبيهديها السلام. Joli coup, capitaine. Mais vous manquez de prévoyance parce que votre roi est checkmat. Ça m'a échappé. Je me déclare vaincu. Vous avez des informations sur le nouveau capitaine? Le capitaine de Caillé? Un officier dynamique, intelligent et très nerveux. Il est spécialisé dans les luttes anti-guérilla. Et où a-t-il exercé jusqu'à présent? Dans les Balkans, en Afrique du Nord. Il fait partie maintenant de troupes du général Gobo. Il est sous le commandement du colonel Biovert. Pensez-vous qu'il soit l'homme qu'il nous faut? Oui, je pense, mon commandant. C'est un homme extrêmement agressif, sans pitié et prêt à tout. On raconte que c'est l'homme idéal pour les missions impossibles. مرحبا يا جماعة. أهلين. أهلين أهلا حكيم. حكيم. أهلين وسهلين. كيفك أبو بسطة؟ شوفت عينك، ما عاد لي محل وقف فيه. وأنا ما عاد لي محل أقعد فيه. طيب شو رأيك نشرب لنا كاسة شاي عند أخي أبو سالم؟ أنا ما بحب الشاي. منلاقي قهوة؟ يا سيدي إذا ما في منجيب تفضل ولو. يا اهلين وسهلين. كيفك ابو سالم؟ طمني، كيف الطب معك هالايام؟ الله يسامحك حكيم، انت ابو الطب، نحن على الجماعه على قدنا، طهور، قلع درس، كاسات هواء، هذه هي. شو رايك حكيم؟ زبط لك دقنك ولا اقص لك شعرك؟ لا هيك ولا هيك. تسمح لنا تساوي لنا فنجان قهوه؟ حضرت وحضر واجبك، على راسي حكيم. مرحبا حكيم. اهلين قسام. المدام عاوزتك. معزوم على القهوه عند ابو سالم. على عيني ابو سالم، بس المدام عاوزتك ضروري. عن اذنكم برجع. شو وين راح الحكيم؟ هلا بيرجع، راح يشوف المدام. ايه هالمدام خربت الساحه وراح تخرب البلد كمان. انت شو على بالك؟ بكرة كل زباينها بيجوا بحلو عندك، بس العطر علي أنا، وين بدي أروح بحماري؟ إيه حكيم، شو رأيك بمشروعي؟ منيح، بس برأيي بيضل المستشفى أفضل. أنت ساوي مستشفى وأنا بساعدك بالمصاري. أنا إذا بدي ساوي مستشفى، بدي ساويه ببلاش، بالمجان. صاير عم تقرأ عن البولشيفيك؟ ما في حاجة للقراية، بكفي الواحد يعرف قديش في عنا مرضى وفقر. خير مدام، ليش طلبتيني؟ بدي ذكرك بحديثنا. الحديث اللي ما فهمت شو المطلوب منه؟ بدي تأييدك وتأييد الوطنيين. الوطنيين بهالمنطقة مو طالع بإيدهم شيء. أحسن لك تكسبي تأييد الأعيان والأغوات. رح كون صريحة معك، أنا بدي إياك تكون معي بشغلة وحدة بس. أنا ناوي استرجع أراضي أبي من سليم أغا، بدي إياك تساعدني بهالشيء. أنا ما عدت بعمر بيسمح لي فيه عادي حدا. ما بدي إياك تعادي حدا، بالعكس بدي إياك تكون واسطة خير. يعني بدك ياني اقنع سليم اغا انه يبيعك الاراضي اللي قاتل نص الناس مشان ياخذها من هون؟ سليم اغا قاتل نص الناس مشان ياخذها،
وأنا بدي أقتل كل الناس مشان استرجعهم. يكون في علمكم السلوك ما بيرضي حدا، والناس صارت تشتكي منكم. ولك يخرب بيتكم، ولك أنتم ما بتشبعوا أبدا. ما بسمع إلا من فلاني أخدين جاجي، ومن علتاني أرنبين، وعلقت الباني لخليتوا فيها حليب ولا لبن. لك يخرب بيتكم، ولك أنتوا الحكومة. يعني بعد ما راح يطلعوا الفرنسيين من هون، مين راح يحكم الناس؟ ها؟ مو أنتوا؟ لك أنتوا خرج أنتوا؟ يكون في علمكم هاي آخر مرة بحكي فيها معكم، ومن بعدها ما في أمي رحميني على المحكمة العسكرية فورا. يلا انصرف. يكون في علمك هالكلام بيعنيك أنت أكثر واحد فيهم. شو قلتي شفيقة؟ شو بدي أقول؟ يا إيه يا لا. يا شفيقة لازم نتعاون مع بعض. سليم سرق أراضي درغام وأراضي أبي، ما بدك ترجع لدرغام أراضيه؟ شو المطلوب مني؟ أنا بقول لك كل شي بوقته، بس لازم تكوني صريحة معي، لازم تخبريني عن أي شي بيصير. يعني بدك ياني جيب لك أخبار عن أهالي البلد؟ يا شفيقة، الخبر مهما كان صغير ممكن يساعدنا لنوصل للشيء اللي بدنا اياه. طيب انت قلت انك بدك تساعدي درغام، كيف بدك تساعدي؟ ما قلت لك كل شيء بوقته حلو. درغام ما رح يرجع الا معزز مكرم. يا شفيقة فكر منيح وانا برجع بشوفك. شكل هالقد، بس داري الواحد ما بيعرف قيمة الغرض إلا لما بيخسره. هاي الورشة أنا بحبها كتير، لأنه هي القرنة الوحيدة اللي كنت حس فيها بالأمان. بس هلأ راحت، راحت يا برهوم. كل ما بقول لحالي إني ما بدي أجي لهون، رجلي بيجيبوني. كل الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مشاعرنا في تلك الأيام. كنا نتطلع إلى الجهاد والحرية، وكنا نعرف أن الثمن سيكون غاليا، وأن الدماء سوف تسيل في كل مكان، ولكن لم يكن يهمنا كل هذا. فالفكرة المقدسة التي كنا ندافع عنها تستحق أكثر من أن نضحي بحياتنا من أجلها. أعني فكرة العيش بحرية وكرامة. ومن خلال ما رأيت عبر تلك السنين الطويلة، كان يتأكد لي يوما بعد يوم أن شعبنا يزداد تمسكا بالحياة أكثر فأكثر.
إنه يتمسك بالحياة والحرية حتى عندما يكون الموت أقرب ما في الدنيا إليه.